السلام عليكم متتبعين ديالي. درت اليوم السردين المعمر بالروز والفلافل، بغيت نشاركه معكم. ايوا هذا هو السردين المعمر بالروز. كيطيب بلا زيت، كيتقلب بلا زيت او يطيب في الفران. ايوا هذا هو الطبق الرئيسي الكامل، بارك الله. هنا خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. عندي الفلافل، انا ما توفرش ليا الخضره، كاين الصفراء والحمراء، او يمكن لكم ديروا حتى الخضراء، انا ما كايناش ما درتهاش. زدت عليها واحد 4 فصوص ديال الثوم، وزدت عليها الزيت البلديه والتوابل. عندي الفلفل الاحمر، هي تحميره، القزبر، يابس، كمون، الملحه. راه كنقول لكم بالكم ملحتي كحله، الملحه ديال الحي، وسكينجبير والبزار. صافي، هذه هي التوابل. زدت عليها واحد الرازي المعلقه ديال الهريسه، الزيتون مقطع خضر. ايوا هذه العمارة ديال القزبر ومعدنوس طري، من غير هذاك القزبر اليابس كان زيت طري ضروري. صافي، ولا كنشحر فيهم دا غير كتشحروا. عندي الروز هنا، علاش درت واحد جوج كيسان ديال الروز، ولكن تبارك الله شحال زاد. نقصت دوك الكيسان قل من ديال العنبه، صغر من الكيسان ديال العنبه. شوف شحال زاد وجاني كثير، ونقصت منه شويه. هذا الروز انا سلقته نص سلقه، سلقت نص سلقه بالماء والملح، والطريقه سهله ومفهومه. وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، انا مأكده غادي تعجبكم هاد الطريقه ديال الحوت. ماشي نبقاو على القلي ولا نديرو في الفران، ديرو كواري. كنعتذر بعدا على الصوت ديالي، دار شويه البرد. الله يشافينا ويشافيكم ويشافي جميع المسلمين. صافي، كنحرك الروز في المقلاة بهذا الشكل، فوق هذيك الحشوه ديال الخيز، عفوا ديال الفلافل والثومه والربيع. صافي، كندير واحد شويه العطريه، نفس التوابل اللي درت في الحشوه اللي غنعمر بها. انا هي درتها ثاني في هذا الطاسه، درت شويه وعصرت عليها واحد الحامضه، قزبر سميتو قزبر يابس والتحميره والسكينجبير والبزار. صافي، وكنخلطهم. نزلت عليهم شويه ديال خرقوم بلدي والحوت ديالي بطبيعه الحال، راني غسلته ونظفته مزيان. هاد الطاسه هنا غادي شويه ندير داك الحوت، هاد السميده اللي غادي ندير فيها الحوت من الداخل. صافي، كندهن هذيك اللاط هذيك المقله ديالي واحد شويه، تكون المقله ديالكم ما كتلتصقش ليكم. كندهن شويه بهذه الطريقه ديال الزيت، وغندير عليها باقي المقادير. تبعوا الفيديو راه غادي يعجبكم هذا الحوت. شوفوا راني غسلته ونظفته مزيان. صافي، كندهنوا بهذيك العطيريه من الفوق. صافي، وكندير لي الظهر ديالو فوق السميده، تكون الصوره واضحه لكم في السميده الرقيقه. اللي ما عنده السميده تقدر دير الفورص او القمح الكامل او الفارين، هذاك الشيء اللي عندك. صافي، كندهن الظهر ديالو، الوجه كندهنوا بديك التوابل، والظهر كندهنوا ب نديرو بالسميده رقيقه. وطبيعه الحال السر ديال راه صحي وزوين، وحنا كنلعبو به كما بغينا. راه بزاف الطرق اللي كاينه في السردين، كيجي كواري بي. راني فايت مني شاركه معكم عدات المرات كواري بالروز. قدروا طيبوه بمطيشه، كواري بمطيشه ثاني راه كيجي ما شهيتكم فيه، كيجي زوين. دايره ثاني طريقه اخرى، شكل ورده توا معمره، راه غادي تشوفوه في القناه، راه غادي يعجبكم. وهذا الشكل حتى هو زوين بزاف. كنزيد عليه الروز وزدت عليه الفلافل، انا ما توفرش ليا الخضره والقزبر يابس، الثومه وشويه ديال والحامض ضروري، من الحامض، الهريسه، الزيتون مقطع. يعني داك الشيء اللي كنديرو في سميتو في الحوت درناه حتى في الحشوه. صافي، كندوز نكمل الطريقه، ما نطولش عليكم الفيديو شوي. صافي، انا غطيت هذيك المقله كامله، وغادي نجيب الحشوه اللي انا دايره بها الروز مسلوق، وشحرت هذيك شويه هذيك الفلافل والقزبر الثومه العطريه الكامله اللي درت، راه كلها شاركتها معكم. صافي، كيبان لكم الروز تبارك الله ملتصق ما والو. ملي كتسلقوه كتسلقوه نص سلقه، ما تسلقوش بزاف، الا سلقتوه بزاف غادي بطبيعه الحال غيجيكم معجن. صافي، كنقاد هذيك
الصبح العمل ديال عفوا كنقاد الوجه ديال هذيك الحشوه صافي، وغادي نتني السرديل ديالي بطريقه سهله ومفهومه صافي. كندوز نتني بط ورشح المنه مكان اخواتي، وداغي كتوجد ما كتعطلش ما كتخسرش، ما تخافوش تقولوا غادي نجي نقلبوها تخسر لينا، ولو نطلقوا على البوطه مجهده، ولو نطرخوا البوطه كما بغيتوا ديروا ليها ما تخافوش منها صافي. كنقاد بهذه الطريقه وباقي ليا الوسط، غادي نغطي تاني بواحد السرديلات اللي ما مخليهم باش نغطي. تقدروا ما يبقاش لكم السرديل، تقدروا تغطوه، تقدروا تزوقوه شي وريدات ديروا فيه ديك مطيشه سوليز او الحامض الحار صافي، تقدروا تخلوه بحال هكا وتغطوه حتى هو كيجي زوين صافي. انا غادي نغطي بهذوك السرديلات وغنزيد عليه شويه الحامض، واحد طريفه الحامض، وغادي نزيد عليه سميت الحاره ايوا صافي. ولا من هذه المرحله غادي نشعل الفران، عفوا انا ما غاديش نديرو مدوش عليا راني ضاربني البرد ومتعرفه، غادي نشعل البوطه وغادي نحط فوق البوطه داغي كيطيب، ونزيد عليه واحد شويه ديال الزيت البلديه. ما بغيتوش ديروه راه هو فيه الزيت، راه كيطيب بالزيت ديالو صافي. انا درتو شعلت عليه، زدت هذيك الحاره من الفوق، وهذيك هذاك سميتو نصوص ديال الحامض صافي. وكنغطيه انا كنغطي المقله دغيا كيطيب صافي. انا غطيتها ما بغيتش نطول لكم الفيديو صافي. كنجيب السميده بالطريقه وكندهنها فوق الوجه ديال داك الحوت اللي غادي نقلبو في المقله ثاني. غندير ليه شي حاجه باش نقلبو اللي تيبان لكم راه حمار من التحت، عاد قلبوه الوجه ديالو، تقلبوه تقدروا تخلوه في شي مقله، تقدروا تردوه للمقله ديالو صافي. هنا كنحيد الحار والحامض باش غادي نقلبو صافي. هنا الطريقه غادي نقلبو ايوا، غادي تشوفوا الطريقه شحال سهله، شوفوا ملي تقلب كيفاش كيبان لكم صافي. كنرش الوجه ديال المقله بشويه سميده رقيقه وكنردوا المقله بسهوله، شوف ما تخافوش منه ما يتخسر ما والو صافي. رديت ديك الحامض وهذاك وهذاك سميتو الحاره وخليته كيطيب على الوجه ديالو. ايوا هاد الطريقه راه زوينه اخواتي، تبشر بعد شويه الزيت، شوفوا ملي تبغوا تحطوا تقلبوا ضروري تكون المقله فوق العافيه، وانتم كتشدوا لها من الايدين ديالها وتحركوها، كتبان لكم راه كتحرك لينا داك ديالنا صافي. الطبق النهائي هو هذا، انا غادي نقطع لكم واحد شويه باش تشوفوا. كنعتذر على الصوت ديالي ما كيكملش لكم الهضره صافي. انا قطعته باش تشوفوا الحشوه من الداخل، شوفوا الحشوه كيفاش كتبان لكم، واحد البنه واحد اللذه يا سلام، مشاهدكم فيها كيمشي. اللي درتوه انا ولدي ما كانش كياكل ليا الفلافل كامله،